بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. استمرارا إن شاء الله عز وجل في مذاكرة كتاب سيدنا الشيخ الذي سماه بالمحجة البيضاء. وصل بنا الكلام في الفصل الثاني من كتابه قدس الله سره، هذا الفصل الثاني الذي ابتدأه بذكر وتفسير وإيراد معاني آية الفتح التي هي الله نور السماوات والأرض. ففي الباب الثاني من هذا الفصل الذي هو المشكات، يستمر سيدنا الشيخ في وصفه لتنزل نور الله عز وجل في أصول، في أصل من أصول مشاهدة الرب سبحانه وتعالى، في أصل من أصول مشاهدة ربوبيته عز وجل. هذه المشكات يقول فيها سيدنا الشيخ بأنها هي تلك القوة غير النافذة في حائط الناسوت. والقوة لغة ومرادف للمشكات، وهي ما يفتح في الحائط من أجل أن يوضع فيه قنديل أو مصباح يصدى به البيت. سماها سيدنا الشيخ بأنها غير نافذة، أي أنها لا تخرق الحائط، لا تخرق الحائط. والمشكات وصفها سيدنا الشيخ، هذه المشكات النورانية، وصفها بأنها غير نافذة في حائط الناسوت. والناسوت عند أهل الله عز وجل هي المظاهر المحسوسة والتشكلات في عالم الشهادة أو في عالم الدنيا. فهذه المشكات غير نافذة، وصفها سيدنا الشيخ بأنها غير نافذة في حائط الناسوت، أي أنها رغم تمكنها من مشاهدة الرب عز وجل، من مشاهدة أنواره سبحانه وتعالى، وأن يطلعها الحق عز وجل على مقامات ومراتب الأمر الربوبي، إلا أنها لم تخرق ناسوت الموضوعة فيه، أي أنها حافظت على بشرية من حملها هذه المشكات، إشارة إلى بقاء البشرية عند من أعطاه الحق عز وجل ووهبه هذه المشكات النورانية، محافظة على بشريته. لذلك تعجب كفار قريش، تعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه رغم كونه يوحى إليه من السماء إلا أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي أنه حافظ على صفات بشريته صلى الله عليه وسلم. فكذلك المشكات النبوية أنها لا تخرق للبشرية طبع بشريتها وضعفها وطبع الصفات التي خلقها الحق عز وجل عليها، فهي غير خارقة لناسوت البشرية، فيبقى البشر متصفا ببشريته، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج، رغم أن له من الخصوصية بقرب الرب عز وجل ما يعجز الوصف عن وصفه، حيث قال الحق عز وجل في وصف الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يستمر سيدنا الشيخ في وصف المشكات فيقول: هي ذلك القلب المتسع لتجليات الهوية. فمحل المشكات هي القلب، والقلب كما هو معروف هو تلك المضغة الجوفانية المستودعة، أو التي خلقها الحق عز وجل في صدر المرء أو في صدر الإنسان. دورها معروف تشريحيا وفيزيولوجيا، إلا أن لها في المعنى الروحاني أو في المعنى الملكوتي اتساعا وعظمة
باعتبار أن هذا القلب أو هذه اللطيفة هي محل تجليات أسماء الله عز وجل وصفاته. فالمشكات يصفها سيدنا الشيخ بقلب متسع لتجليات الهوية، فوصفها في أول البدء بأنها صدر مستأنس بمعية الحق عز وجل، ثم بعد أن استأنس بمعية الحق عز وجل هذا الصدر باتساع لجولان النفس أو النفس فيه وتجليات القلب، وذلك يدل على المجاهدة والمكابدة والتقلب بين أحوال النفس وأحوال القلب، يصل بعد ذلك بعد هذه المجاهدة إلى استئناس بمعية اسم أو صفة، أي بمعية نور اسم أو صفة. هذه المعية لنور اسم أو صفة من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته تنقله إلى مقام أعلى وهي مقام القلب، لذلك سماها سيدنا الشيخ في المرتبة الثانية هذه المشكات بالقلب، لأنها تنتقل من حالة النفس أو حالة حظ النفس إلى القلب الذي يكون يتقلب بين تجليات أسماء الله عز وجل، فيكون بذلك بعد أن كان في معية نور اسم أو صفة يلوح عليه أو يشرق عليه سريان هذا النور في جميع الأسماء الحسنى الظاهرة التي هي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 اسما. فلذلك وصف هذه الحالة وصفها سيدنا الشيخ بأنها اتساع لتجليات الهوية، والهوية كما يقول أهل الله عز وجل الهوية هي غيبه، غيب الحق عز وجل الذي لا يمكن ظهوره إلا من حيث جملة الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي من حيث شمولية جمعية هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكأنها إشارة إلى باطن الواحدية، والواحدية هي تنزل لأحدية الذات، أي حيث لا اسم ولا صفة تتنزل هذه الأحدية إلى واحدية الأسماء والصفات، وهو استناد الأسماء والصفات، فواحديتها استنادها هذه الأسماء والصفات إلى ذات الحق عز وجل. وهذه الهوية التي هي هوية الحق عز وجل هي إشارة، بما أنها تدل على غيب الحق الذي لا يظهر باعتبار جمعية وشمولية أسماء الله عز وجل أو جمعيتها لأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، هي إشارة إلى البطون، كأنها فيها إشارة إلى كنه الذات العلية باعتبار أسماء الله عز وجل وصفاته، مع الفهم والإشارة إلى غيبوبتها، أي إلى غيبتها وكونها غيبا للحق عز وجل. وفي ذلك تصريح إلى كون أن هذه الهوية هي عبارة أو هي تعبير عن الوجود المحض الصريح للحق عز وجل، المستوعب لكل الجمالات الشهودية الوجودية، فلكونها غيبا أي لكون عدم استيفاء هذا العبد، رغم أن الحق عز وجل يتجلى على قلبه بأسمائه وصفاته فينقله من تجلي اسم إلى تجلي الأسماء الأخرى في دورة غير متناهية في هاء الهوية التي هي هاء اسم الجلالة الله، فيدور دورة كاملة ثم تتوالى الدورات بلا نهاية. لذلك يقول أهل الله عز وجل فإن لهاء الهوية الدورية باعتبار تنزل الظهر في الزمن، فهذه الدورية لا متناهية، رغم أنها في دورة غير متناهية لإظهار تجليات الحق عز وجل وصفاته، إلا أن العبد لا يستطيع رغم هذه الدورية لتجليات الحق عز وجل بأسمائه وصفاته لا يستوعب ولا يمكنه استيفاء
هاته الحقيقة التي هي كنه ذات الحق عز وجل باعتبار الذات والصفات باعتبار ذاته عز وجل. والحكم بالغيب على هوية الحق عز وجل باعتبار أن الحكم عليها بأنها غيب الأسماء والصفات، وإنما هو واقع عليها واقع باعتبار عدم استيفاء عدم إمكانية الاستيفاء للتجليات حتى يمكن لهذه التجليات أن تدرك حقيقة كونه عز وجل. ورغم تجلياته سبحانه وتعالى إلا أن المتجلي سبحانه وتعالى لا تستوفيه تجلياته على قلب هذا العبد. لذلك قال سيدنا الشيخ بأن هذه المشكات هي قلب متسع لتجليات الهوية. فتجليات الهوية هي تجليات لباطن الأسماء الحسنى والصفات العلى، كأنها انتقال من الواحدية إلى أحدية الذات، حيث في هذا التجلي تكون الأسماء الحسنى والصفات العلى متجلية بالجملة بأحدية الذات لله عز وجل. يستمر سيدنا الشيخ في قوله: هي حراء المعنى إن كنت تفهم المعنى، يشير ويخاطبنا جميعا إن كنا نفهم المعنى بأن المشكات هي حراء المعنى. والحراء هو كما يعلم الجميع بأنه مكان تنزل الوحي، بداية تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء، إشارة إلى أنه هو موضع أو محل الوصل بين العبد وربه عز وجل، وهو محل تنزل رحمة الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال سيدنا الشيخ: يماء الرحمة ومحضن الرشاد، أي أن فيها في هذه المشكات أو في مركزها أو في قاعدتها تكمن الرحمة المحمدية التي قال فيها الحق عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إشارة إلى أنه بأن الحق عز وجل رحم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع العالمين، والعالمين جمع عالم، أي كيفما كان هذا العالم من عالم الملك أو الملكوت أو الجبروت فهو مرحوم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكانت المشكات هي مأوى رحمته عز وجل، باعتبار أن هذه المشكات هي محل نوره صلى الله عليه وسلم، الذي به رحم الله عز وجل العالمين فأخرجهم من ظلمات العدم إلى نور الوجود. يقول الحق عز وجل: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، إشارة إلى هذه المشكات النورانية التي هي كما قال سيدنا الشيخ: مأوى الرحمة ومحضن الرشاد. فيها يجد السالك معنى الرحمة المطلقة، ويجد رشده وهدايته إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة ربه عز وجل. يسترسل سيدنا الشيخ فيقول: قال في الحديث القدسي: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، إشارة دائما منه صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا القلب حدث عنه الحق عز وجل باعتباره محلا أو موضعا لتجليات هوية الحق عز وجل، التي هي تجليات أسمائه عز وجل وصفاته. فنعود إلى هوية الحق سبحانه وتعالى، لأن الكلام في هوية الرب سبحانه وتعالى هي بداية الطريق كما علمنا ذلك سيدنا الشيخ، وكما يعلمنا دائما عن طريق التجلي أو عن طريق الدروس التي يلقيها، فيتكلم دائما عن هاء هوية اسم الجلالة الله التي
تشير إلى هوية الرب سبحانه وتعالى. فقد تكلم سيدنا الشيخ منذ بدء الطريقة عن دخول السالك في طريق الله عز وجل. هذا الدخول لابد أن يكون بدئيته من دخوله عبر هاء الهوية التي بفضل دخوله بها عن طريق باب هاء الهوية يفنى عن نفسه فناء كليا ويبقى بنور ربه سبحانه وتعالى. فذلك من أصول الطريق في طريق القوم، لأن لا بد للمعرفة، لأن لا بد من للعارف من أجل أن تكون له معرفة بربه عز وجل ألا يكون شريكا مع الرب عز وجل في وجوده فيفنى عن وجوده بشهود وجود ربه عز وجل وحده. فيستمر سيدنا الشيخ فيقول: المشكلة قلب هبت عليه نسمات الجذب الإلهي بفناء النسوتية وارتفاع الأنا، وذاب في حضرة السراج المنير القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا القلب أو هذه المشكات التي هي في حقيقة الأمر تستودع بجذب إلهي في قلب عبد، كما قال سيدنا الشيخ استأنس بإتيان شرائع الله عز وجل، فكانت له معية مع نور الله سبحانه وتعالى، فدار بهذا النور في حلقة هاء هوية الاسم، فأدرك بأن هويته عز وجل غيب لله سبحانه وتعالى، بأنه غيب لا يمكن ظهوره باعتبار استيعاب هذه الهوية لجميع التجليات الأسمائية والصفاتية وتلاشيها فيها. فتشير بذلك هذه الدورة بهذا النور المحمدي في حلقة هاء هوية الاسم، تشير به أو توصله إلى فناء عن نفسانيته وبقاء بنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا النور الذي هو بنفسه يوصله ويدله كأنه واسطته وحجابه نحو معرفة الإله سبحانه وتعالى، عن معرفة الحق عز وجل، عن معرفة الله سبحانه وتعالى. فتكون دورته في هاء هوية الاسم كأنه يرسم صفره ويفني نفسه عن وجودها، فيبقى بذلك في غيب الله سبحانه وتعالى، كأنه يصبح غيبا من غيوب الرب سبحانه وتعالى، باقيا بغيب الله عز وجل، فانيا عن ظهور نفسه، كأنه يتبرأ من هذه النفس ويرجع بوجوده إلى وجود الرب سبحانه وتعالى، وببقائه إلى بقاء الحق عز وجل. فهبت هذا القلب هبت عليه نسمات الجذب الإلهي، فلولا هذا الجذب الإلهي لم تستودع هذه المشكات في هذا القلب، أي جذبه الحق عز وجل لأنه أحبه بسلطان قوله عز وجل: يحبهم ويحبونه، أي أن الله عز وجل هو الذي أحب عبده فجذبه إليه فهداه إلى مشكات النبوة. فكانت هذه المشكات مفنية لناسوته، أي مظهرة لسلطنة نور الله عز وجل المهيمن على الأشكال والتصورات، فتفنى الأشكال والصور في هذا النور الملكوتي ويرتفع بذلك الأنا، فلا يظن لنفسه وجودا ولا يرى لنفسه وجودا، فلا يثبت أناه، فلا يثبت الأنا كما أثبتت النفس في مرتبة إبليس نفسها بقول أنا، لأنه ذاب في حضرة حب السراج المنير صلى الله عليه وسلم، كما يقول سيدنا الشيخ: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون مؤمنا حقيقة حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ولا يكون ذلك إلا بفرط
حبه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك الحب عاطفيا، وإنما يكون بسبب سلطنة النور على قلبه واستيلاء النور على قلبه، فلا يرى إلا نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيدرك الكون بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرك الكون ويدرك نفسه بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعرف على صفاته وعلى فضله على هذا الكون، وأن الحق عز وجل حقيقة رحم به، أي الحبيب المصطفى رحم الله عز وجل به الكون والعالمين أجمعين، فيحبه أكثر من نفسه. أولا لأن الحق عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أن نفس هذا السالك هي من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أحب إليه من ولده، لأنه يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوة روحانية، فهو ابنه من جانب الروح، فيكون أصله أولى بالمحبة من فرعه. ووالده الذي هو والده من النسب الطيني، لأنه أصل، لأن الروح لها الحكم على الجسد وعلى الطين، فتكون أوليته صلى الله عليه وسلم أولى بنفس السالك من فرعه الطيني ومن أصله الطيني، ويكون بعد ذلك أحب إليه من الناس أجمعين، ويكون أي أنه لا يرى في الناس أجمعين إلا نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا أنفسه عليه الصلاة والسلام تجلت في أنفس العالمين، حتى يظهر الحق عز وجل جمال روحه وجمال صورته صلى الله عليه وسلم، وكماله بين بسط وقبض، أو بين جمال وجلال. نسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لما كتبه سيدنا الشيخ نبراسا للمريد وللسالك في طريق الله عز وجل. اللهم أضئ لنا الطريق بنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعله إماما لنا ونحن مأمومين له بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا ببركة ما يكتب لنا سيدنا الشيخ، وما يعلمنا من أصول طريق الله عز وجل، من أدبيات الطريق، ومن أدبيات حضرة الرب عز وجل، حتى نكون أهلا لحضرة الله سبحانه وتعالى، طاهرين مستحقين بجاه المصطفى بفضل الرب عز وجل لهذه الحضرة، وأن يطهر بواطننا وظواهرنا من كل شرك ظاهر وخفي. بحق الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، والحمد لله رب العالمين.